بسم الله الرحمن الرحيم. أبو علي، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. صدق الله.